ولتسليط الضوء على مأساة المعتقلين في العراق، وفق التقرير الأخير للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، معنا من عمان الأستاذ عمر الفرحان، مدير مركز توثيق جرائم الحرب في العراق. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك. تحدث تقريركم عن عمليات بيع لأعضاء المعتقلين في السجون الحكومية، من الجهة التي تمارس هذا الفعل وإلى أي مدى يمارس في السجون العراقية بصفة عامة؟ نعم، يعني هذه الممارسات هي ليست يعني حديثة ووليدة الساعة، ولكن هي منذ فترة طويلة جدا، منذ تسلم الأحزاب والميليشيات لإدارة هذه المراكز الحكومية، منها هي إدارة السجون الإصلاحية في محافظة ذي قار وفي التاجي وغيرها من السجون التي سيطرت عليها بشكل تام هذه الميليشيات وهذه الأحزاب. وبالتالي فإن تجارة العطاء هي تجارة رائدة في الأوساط السياسية والحزبية، ومنها هذه التجارة في أعضاء المعتقلين الذين يتوفون في السجون إثر التعذيب وإثر تعرضهم للأمراض المزمنة والخطيرة. وبالتالي فما نراه أنه هذه الحالات الوفيات لا يتم تسليم الجثة مباشرة إلى أهليهم، وتمتد إلى يعني أيام وأسابيع، ومنها نرى أن هذه الجثث أو الجثامين هي مفتوحة الصدر وعليها يعني آثار شقوق طبية. هذا ما يدلل أن هذه الجثث يعني أدخل في المستشفى لغرض انتزاع الأعضاء البشرية بدون إذن من الأهل. نعم نعم نعم، وبالتالي الأهالي لا يقدرون أن يفتحوا يعني حرمة للميت ويعني حتى يتفحصوا هذه، فهم في مصيبة، وبالتالي يعني يكون الموضوع قد طيب. على 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 ذكر هذا الموضوع المهم، في الحقيقة التقرير وثق أيضا شهادات عن تعرض معتقلين للتعذيب المفضي إلى الموت بدوافع طائفية، وتحت هذا السطر يعني ألف علامة استفهام في الحقيقة. السؤال عن دلالات هذه الممارسات، وهل بات التعذيب صفة لمنهج حكومي في التعامل مع المعتقلين وليس حالات فردية كما كان يقال؟ نعم، يعني هذه الممارسات هي بشكل يومي، ممارسات بشكل جماعي وليس بشكل فردي لهؤلاء المعتقلين. إذن هذه الممارسات هي منهج لهذه القوات وهذه الميليشيات التي تسيطر على الحكومة بدوافع انتقامية وبدوافع طائفية، كما يقول ذوي المعتقلين وذوي الضحايا الذين توفوا في هذه السجون، حيث أن أحد المعتقلين أو ضحايا الاعتقال الكيدي والوشاية والمخبر السري يؤكد لنا أن أخوه يعني قد اعتقل لأنه تاجر وطلب منه المال ولم يعني يلبي طلبه، وبالتالي كان هناك اتفاق ما بين المخبر السري وما بين إدارة السجون في التعذيب. طبعا القضاء هنا خارج قوس ولا يمكن أن يقوم بإجراءاته، وبالتالي وقع هذا التاجر ضحية المخبر السري وإدارة السجن، وبالتالي هو يتعرض إلى الآن يتعرض إلى التعذيب والتنكيل. وهناك يعني من يقول أن الكثير من هذه الحالات في هذه السجون التي تقع تحت سطوة الميليشيات. نعم، طيب هذه الانتهاكات الصارخة ألا تستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي والمنظمات الحكومية تتجاوز بيانات الاستنكار والإدانة؟ نعم، يعني هذا ما نصل إليه وهذا ما ندعو إليه المجتمع الدولي وحتى الأمم المتحدة ويعني المنظمات الدولية الفاعلة في هذا الموضوع، ولكن إلى الآن نناشد ونطالب هذه المجتمعات دون تحريك أي ساكن في ظل هذه الظروف العصيبة، خاصة في ظل تفشي كورونا، فإنه يتوجب عليهم يعني في إطار إنساني خارج نطاق القانون أن تكون هناك يعني حملات من هذه الدول وهذه المنظمات للضغط على الحكومة في الإفراج عن الكثير من المعتقلين الذين هم بمشاهدة المخبر السري وبالتهم الكيدية، والذين لم تثبت إلى الآن أدلة ثابتة ب الجرائم التي وجهت إليهم أو التهم التي وجهت إليهم، ولكن يعني تغافل المجتمع الدولي يجعله شريكا في هذا الموضوع في قتل الأبرياء في داخل السجون الحكومية.
نعم. طيب هل تتوقع أن تتوقف الحكومة عن هذه الممارسات، ولا سيما مع تشكيل حكومة جديدة ورئيس للحكومة تعهد بوقف كل هذه الممارسات؟ يعني لا دخل لتشكيل الحكومة ويعني تغيير السياسات في العراق، ولكن الجميع يمشي وضع من ضمن منهج ويعني منهاج وضعته الإدارة الأمريكية والاحتلال الإيراني في العراق في هذا المسيرة الإجرامية والمنتهكة للقوانين الدولية. فكاظم وغير كاظم هو يسير على وفق سكة مرسوم لها مسبقا، وبالتالي لا يمكن أن يحيد عنها، وهذه الأفعال تزداد يوما بعد يوم بسبب تسلط الميليشيات وعدم وجود دولة قانونية في هذه الفترة لتحكم العراق ولتحكم هذه القوانين الدولية. مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر الفرحان، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.